يعني هي ما في عليها خطورة أبداً؟ هالخبر فرحني، ما بتتخيلي قديش ريحتيني بهذا الخبر دكتورة. شكراً. ولحضرتك، مع السلامة. والله برافو عليك، ما توقعت اطلع من السجن. يلا الحمد لله على السلام. شكرا لك. شو وينه فيصل لهلا؟ بسيطة أنا بحاكي. إيه، وصل سلامي للمعلم هارون. تعال هون. إيم إيدك ولك، مالي فاضي لك، عندي شغل مهم. وقف، بده إياك المعلم هارون. لك شو أنتم ما بتفهموا بالحكي ولك؟ أنتم جدبان شي؟ ها؟ محمود! استنى. محمود! شو وينك لهلا؟ لا تواخذني بس عجقك. خلص اتركني من هالحكي. رفيف وينه؟ رفيف احكي وينه. لك عم بسألك ليش ما عم تجاوبني؟ احكي وين رفيف. شو صلى؟ جاوبني وين رفيف. ولك احكي لشوف. شو ما عم تسمعني؟ جاوبني ولك وينه. خلصني قول. رح قلك، هدول ضحكانين عليها، الخانم حامل. انت شو عم تقول لك؟ ها انت كيف بتحكي عنا هيك يا واطي؟ والله لموتك بايدي. اصحك تحكي عن شرفها يا حقير، والا هلا بموتك. عم تفهم؟ تعال حقير واطي، والله لموتك يا كلب، راح احرق الدنيا كلها فيك. لك اتركوني، اتركوني، اتركني. ما عم تفهم؟ ابو بلالعي بعده. اتركني بعد حقير. طب السياره. لك اتركوني. لك بعد عني. ولك صباح الخير. انت منيحة بنتي؟ ايه منيحة. في شي امي؟ لا ولا شي، قلت بيجي وبتطمن عليكي. من بعد اذنك انا بدي روح. لوين؟ عالشغل. طيب الله يوفقك بنتي. معقولة عن جد اللي عم تحكي؟ ايه، امبارح صوتهم وصلت على الغرفة تبعنا، وصاروا يكسروا اللوحات ويتضربوا بالغراض كمان، وبسببهم ما نمت. مين هدول؟ بالمسلسل يعني؟ والله ما أنا عرفانة، الطيخ من البطيخ. أختي أسيل، امبارح المساء عمران بيك وديما خانوا مخربوا الدنيا. والله اتخانقوا خناقة كبيرة كتير. خسارة، وديما خانوا حامل هلا، مع إنه بحياتهم ما كانوا يتخانقوا. بالله، أبصر ديما شو عاملة لحتى عمران عصب عليها. غصون هاتي شوية بزر. ايه وصحيح، عمران مبارح حمل حاله وراح وما نام بالبيت. وانت كيف عرفتي؟ سيارته مو هون، وناقص غير يتطلقوا. شو يا؟ انتو ما عندكم شغل غير تحكوا على العالم؟ إن الرقم المطلوب لا يجيب، الرجاء إرسال رسالة صوتية بعد سماع الصافرة. ديما اسمعيني، وضعنا مو عاجبني منه. بعرف إني جرحتك وبعتذر على كل كلمة قلت لك إياها. لما تصلك رسالتي اتصلي فيني لو سمحتي.
نعم كمال بيك. تحياتي عمران بيك. نحن قدرنا نوصل لمكالمات نادر بيك. وشو قدرتوا تعرفوا؟ قدرنا نعرف من تليفونه ومن تليفون الأوتيل اللي نازل فيه أنه في اتصالين لمركز طبي لعلاج السرطان. مركز طبي؟ نعم، وأنا حكيت مع هالمركز كمان. اليوم هو عنده موعد مع الدكتور على الساعة 11:30. يعني بعد نص ساعة؟ إيه نعم يا بيك، أنا راح أبعث حدا من الشباب لهنيك فورا. ما في لزوم، أنا رايح. نادر، انت شو صاير لك؟ فهمني معلم هارون. بعرف انك جبت لي محامي وقدر يطالعني من السجن فورا، وشكرا لك، بس انا قلت لهدول الكلاب يتركوني امشي لانه عندي شغله مهمه كثير، فهمتني؟ لك انت شو عم تحكي؟ شو في شيء اهم من شغلنا؟ قل لي محمود. يلا عود لشوف. اسمع، انا عندي شغله مهمه كثير وما عندي وقت للجدال معك. هاي المساله فيها حياه او موت، عم تفهم؟ وما عندي ولا حتى دقيقه واحده ضيعها هون. محمود عم اقول لك عود. اسمع، الدم بس يفور بضل بالعروق بينفجر، ما هيك؟ وإذا أنا ضليت رح أنفجر، فهمتني؟ ليك أنا رح أطلع من عندك، بس بوعدك إني رح أرجع، وإذا رح تعملوا لي مشاكل ورجالك وقفوا بيوشي وخلوني أعصب أكتر، مين اللي رح يطلع منا عايش ومين اللي رح يموت ما بعرف. أنا رح أطلع من هون ولو على جستي، وهذا اللي عندي. بعده من وشي. لأني عم موت. شو؟ عمران أنا مريض كتير، يمكن أعيش لكم شهر يمكن أقل من هيك. حابب قبل ما موت ولو لمرة واحدة إني شوفهم وأقعد أحكي معهم. أنا حكيت مع يعقوب وقلت له هالشي، ولزياد بيك قلت له، بس هن ما خلوني شوفهم بنوب. اللي عم تقوله كذب. وليش لحتى كذب عليك عمران؟ مو مصدقك ابدا. قصة الحادثة كانت فكرة زياد بيك ويعقوب اللي دبر كل شيء. انت شو عم تقول نادر؟ عم اقول لك شو صار وقتها. انت احسن شيء تسأل ابوك واخوك يعقوب. تمام، عم اكتبه هارون. بتشكرك، ممنونك. اوه اهلا وسهلا بابا، تفضل اقعد هون، تفضل ارتاح. بصراحة أنا بالبيت مو مرتاح بنوب، وهون ما عم ارتاح كمان.
خير إن شاء الله بابا. يعقوب، إذا قصة نادر ما حليتوها رح يضل بالي مشغول وما رح ارتاح أبدا. خلاص بابا، صار فيك ترتاح من هلأ وطالع. هذا العنوان وهلأ صار بين إيديك. هيك ارتحت. برافو. ليش معصب مني؟ يلي انت طلبته مني ساويته. انا رح طق فيصل. الله يوفقك ساعدني. طيب تعال ارتاح عود. انا طلعت واحد خروق. لا تقول هيك محمود، انت زلمي قبضاي وقدع. بدي ربي اللي عمل هالعملة. وكيف رح تعرفه؟ مو صعبة، رح اسأل رفيف وغصب عنا رح تقول مين. فهمت كيف؟ ان شاء الله ترضى تقول. وصل هي لرفيف. أهلا وسهلا يا روحي. مرحبا أمي. مرحبا. بابا بالبيت؟ مو هون، راح على الشركة. شو بك كأنك مزعوج؟ أنا منيح أمي، بس أنا ماني متعودة أشوفك بهي الحالة ابني. خلصنا أمي، رفيف فيها تطلع من البيت. شكرا يا روحي. أنا كنت هلأ بدي أسألك شو صار معك. الصبح اتصلوا من المستشفى وقالوا رح يخرجوها لرفيف اليوم. تروح معي لحتى نجيبها؟ مراد بيوصلك لهنيك، أنا عندي شغل. تمام، الله يوفقك. هيك بيكون أحسن يا روحي، نحن منجيبها، لا تاكل هم. أنت دير بالك على شغلك يا عمري. بعض عم نعيش نفس الخوف انه نخسر الطفل. كلياتنا رجع لنا الامل بهالحياة بوجوده. بنتي، نحن رح نعمل هيك كرمال صحتك، وخاصة انت لازم ترتاحي لفترة منيحة بالتخت، وإلا رح يسألوا عنك ويقولوا ليش متسطحة كل هالوقت، ورح يعرفوا انه انت حامل. طيب اتركي العيلة، شو بدك تقولي لنظلي؟ ايه بس انا ما رح اقدر شوف نظلي وقتها يا خانو. معقول حبيبتي؟ رح تجي مرة او مرتين بالاسبوع على الاقل. بنتي هنيك بتروقي وما حدا بيزعجك.
ديما خانم بتوافق عيش ببيت أبوها؟ معقول ما توافق؟ مو هو بيت أبوها ومن دون إذنها نحنا ما فينا ناخد هيك قرار. وعمران بيك موافق على قراركم؟ طبعاً، أصلاً نحنا أخذنا هالقرار مع بعض، هالموضوع بخصهم بنتي. شو نمشي؟ أي منمشي. ماشي، ما نسيتي ولا غرض هون ما هيك؟ لا ما نسيت شي. مراد؟ تعا ابني احمل هالشنتاي ونزلها على السيارة. يلا تفضلي بنتي. ابني؟ انت منيحة؟ منيحة عمران بيك. امي انتو روحوا، انا بوصلها لرفيف. تمام، يلا بخاطرك بنتي. الو الو محمود، شو عطيتها الرسالة؟ شو قالت لك؟ لا ما قدرت. كان عنده ضيوف. كان عنده ضيوف؟ ومين كان عنده؟ كان عنده عمران. وشكلهم مو رايحين على البيت. لكن لوين؟ ما بعرف، بس انا عم لاحقهم. طيب ليك اوعك يضيعوا منك، لا تتركهم، عم تفهم؟ ماشي. إن الرقم المطلوب لا يجيب، يرجى ترك رسالة صوتية بعد سماع الصافرة. Please leave your message after the tone. ديما كيفك؟ نعمة خانم اتصلت فيه، رح يجيبوا رفيف لهون وقالت لي عندك خبر بهالشي. تليفونك مقفول ونشغل بالي عليكي، بس تصلك رسالتي خبريني. مرحبا أمينة، كيفك؟ أهلين. بقدم لك ست رفيف. أهلين، شرفتوا، فرصة سعيدة، تفضلوا. فوتي. شكرا. عنك يا بيك. شكرا لك. خلوني ضيفكم شي، شو بتشربوا؟ ولا بعملكم أكل إذا جوعانين؟ أنا مالي جوعانة أبداً، شكراً كتير. ولا أنا، يسلموا. تمام، راح أقعد بالمطبخ وخلص شغلي، إذا بدكم شي نادولي. تمام. تعرفي فوتي.
المنظر هون بياخد العقل. بذكرني بأول يوم قدرت شوف فيه البحر. عمران بيك، أنت بتعرف من وين بتجي مية البحر؟ لا والله. على فكرة أمي هي اللي حكت لي كيف. أنا وقتها كنت صغيرة كتير وعمري شي 5 سنين ونزلي لسه مو خلقانة. بابا كان قاسي كتير وظالم، وأمي كانت كل يوم تبكي منه لأنه كان يضربها ويعذبها. مرة وقفت بوشه وبألف زور قدرت خلصها منه. كانت راح تموت بين إيدي، شوه لها وشها وجسمها كتير. مسكتني من إيدي وطلعنا برات البيت. بلشنا نمشي بسرعة ونمشي ونمشي، لفينا كل الضيعة ومشينا بكل الشوارع. رحنا على محلات ما منعرفها، بعدين صارت تركض بسرعة. أنا ما قدرت أركض معها، وقفت بمكاني. بعدين إجت وقالت لي يلا أمشي. كانت بس بدها تهرب وتترك الهم والزعل وراها وتروح. وبعدين نحن وماشيين شفنا مساحة زرقاء. جمدت بأرضي أول ما شفتها، كانت أول مرة بشوف البحر. أمي شدتني من إيدي، وبعدين قعدنا أنا وياها على شط البحر. أول ما قعدنا بكيت كل اللي كانت حاصرته طلعته من قلبها. كانت كتير مجروحة وعيونها من البكي انتفخوا وحمروا. بعدين أنا قربت من البحر وتأملته وشردت فيه. قلت لها من وين بتجي مية البحر؟ سكتت شوي وبعدين قالت لي أنها بتجي من دموع النسوان. هالبحر اللي شايفتي تعبى من دموعهم يا بنتي. مين بيعرف؟ يمكن يكون أمي معها حق. يمكن البحر بيجبر الست أنه تبكي لتخلص من وجعها. مو صح حكيها؟ بس أنت ما رح تبكي، ما هيك؟ لا أنا ما رح أبكي، لا تخاف. دكتورة قالت لي هالشي طبيعي، وأنه البكي عم يجي من الهرمونات اللي عندي. يعني إذا أنا بكيت عادي مو مشكلة، البيبي ما رح يحس بشي بنوم. أنا مع فكرة أنك رح ترتاحي هون رفيف، والبيت مأمن كتير. خلال فترة قصيرة رح تتعودي، وبعدين أنا رح أجي زورك وأطمن عليكي. يعني نحن كلنا رح نجي ونزورك كل فترة، وإذا احتجتي لأي شيء خبريني فورا وشو ما كان الوقت يكون. ماشي؟ تمام خبرك. أوكي شوفك. الله معك. أمينة أنا بدي أمشي. الله معك عمران بيك، مع السلامة. مرحبا محمود. شو صار؟ وين رفيف؟ عم بتصل فيك، ليش تليفونك مسكر؟ لأن خالد شحنه، أخذوا رفيف على بيت أبوه لديمة. مين أخده؟ هداك الوصيخ. عمران؟ إيه هو أخذ البنت وتركها هنيك وحمل حاله وراح. لك أنا من وين بده يجيني الصبر؟ شو هذا بده يجنني على الأخير؟ شو مشكلته مع رفيف؟ فهمني. Thank you.
إن الرقم المطلوب لا يجيب. نعم ابني. أمي ديما عندك شيء؟ لا والله ابني لسه ما اجت على البيت. بس تصل خليها تتصل فيني امي. كل الوقت عم بحكي معها خارج التغطيه، بالمكتب قالوا لي مو هون. يمكن راحت تشوف ابوها ابني. طيب. ماشي امي يلا بشوفك. ايه ماشي. الله معك روحي بشوفك. شو ما بيعرف وين راحت مرته؟ من الصبح مسكرة تليفونها زياد بيك. بسيطة إن شاء الله هلأ بترجع لا تخاف عليها. يسلموا إيديكي، الأكل طعمته بتاخد العقل. صحة وعوافي، لأنه بعد أكل المشفى شو ما أكلتي رح تلاقي طيب. لا عن جد بتاخد العقل طعمته. يلا أنا رح أقيم الصحون. أحطهم بالجلاية أمينة؟ استني يسلموا أنا بحطهم. أنت ما بيصير تشتغلي من أول يوم. بعدين ليكي هلأ منظر البحر من الجنينة بياخد العقل. إذا بدك طلعي. أي والله فكرة، المشي رح يريحني كتير بعد العشاء. حطي شي جاكيت على كتافك، بارد الجو. أي أكيد. مساء الخير. بيقولوا انه الواحد لازم يصرح بحبه للشخص، انتو شو رأيكم؟ لازم يحكي ولا يخبي هالشي؟ ولا شو المفروض يعمل؟ يلي عنده تجربة بهالشي وحابب يعطينا نصيحته يتصل فينا فورا. رقمنا 0800. في معنى اتصال؟ تفضل، مين معي؟ مرحبا انا سلمى، حابة اعطيكم نصيحتي بهالشي. تفضلي نحن عم نسمعك. من زين توفى رفيقي وأنا ما كنت معترفت له بحبي، طلع مريض بالسرطان. الله يرحمه يا أنسة، بالحقيقة هالخبر مزعج كتير. العمر إليك يا رب. تسلم، شكراً إليك. برأيي الواحد لازم يعترف بحبه كمان يدافع عنه لو شو ما كان، وإلا رح نعيش كل حياتنا ونحن ندمانين. ايه قلي كمال. عمران بيك افرجوا على محمود، في حدا دفع له الكفالة. انت شو عم تقول؟ ايمتى طلع من السجن؟ اليوم الظهر. عمران بيك عم تسمعني؟ الو الو. رفيف.
مساء الخير. مساء النور كرم بك، أهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتك. كيف؟ ما فهمت. اللي بعرفه إنك سافرتي على الضيعة. إيه رحت بس ما طولت، رجعت فورا. جيت لحتى أشوف عمو مسعود وأمشي، وكمان إذا بقدر شوف رفيف، بدي طمن أختها عليها، ممكن؟ إذا بدك تفضل فوت، بس رفيف خانم بالحديقة. معناها رح أنزل على الحديقة بالأول. ماشي. مين هالوصخ كمان؟ ليكون عن جد اختك كتير لذيذة، بس عطول عقلة عندك. بحاول اني اشغلها واحكي معها شوي، بس ما بتنساكي بنوب، بتلفوا بتدور بترجع لسيرتك. انتو كتير متعلقين ببعض مو هيك؟ يا روحي نظلي حبيبة قلبي وعمري، رح موت لحتى اشوفها واحضنها بين ايدي. رفيف انا ما عم احكي لك لحتى تزعلي، بالعكس لحتى تفرحي. نظلي بامان عنا، لا تاكلي هم. مو هي المشكلة، أنا مأمنة عليها، بس الله يوفقك لا تواخذني كرم بيك، أعصابي تعبانة كتير بآخر فترة وما بعرف من شو. بترجاكي لا تبكي، ما بحب شوف دموعك. هاي العيون ما عاد بدي شوف فيها الحزن أبدا. بترجاكي افتحي لي قلبك وحكي لي كل شيء، أنا جاهز أعمل أي شيء بالدنيا كرمالك. رفيف! محمود؟ شو هاد هو؟ ها؟ رفيف؟ هذا أبوه لابن الحرام اللي بطنك؟ ها؟ رفيف؟ شو عم يقول هذا؟ خليك بعيد عنا، ارجع لورا، ارجع! رفيف ليش ساكت احكي؟ هاد أبوه للولد يلي بطنك؟ محمود! لا تقرب! مو هو؟ عم تكذب مو هيك؟ ها؟ عم تكذب لحتى تغطي على اللي عمله هالواطي؟ قلت لك محمود مو هو. إذا عن جد مو هو، مين اللي سوى هيك لكان؟ مين اللي قرب على حبيبتي؟ هذا الخلاف منحله بيناتنا، خليهم يروحوا هلا. لا تضحك علي مرة تانية عمران بيك، ما رح أعمل إلا اللي بدي إياه، فهمت؟ طيب اهدى، تمام. إذا ما نزلت هالسلاح ما رح خبرك بالحقيقة أبداً. مثل ما بدك، لكن رح أقتلك وما بدي أعرف في الحقيقة. محمود رفيف وقف! رفيف عنه! رفيف! ما دخلون هن! رفيف خلص الله يوفقك، لا تكذبي علي مثلهم كمان. هي هي الحقيقة، صدقني مثل ما عم قلك، صدقني هن بس عم بيساعدوني، ما في شي غيره. لك أنا حكي لي بسرعة، مين هالكلب اللي عملها؟ حدا من الضيعة؟ مين هو؟ قلي لي لحتى روح وقتله بأرضه. لك أنا ما بيكون اسمي محمود إذا ما انتقمت منه وقتلتلك يا مادام نهالك حياتك من أولها. أنا رح أنهيله حياته، بس قلي لي مين هو؟ اتصلت بالشرطة وهلأ جايين. ارجع لورا، يلا ارجع. شو عم يعني؟ تعالي لهون رفيف، ارجع ارجع ولا تعال لجنبه عمران بيك. تمام اهدى شوي، تحرك يلا تحرك. تمام
ارجع لورا. لا تأذيها وتأذي حالك. لورا. اوكن حدا يتحرك. خليكم بمكانكم. اهدى شوي ولا تتهور يا مجنون. رفيف. رفيف. لحدا يقرب. رفيف. شو صار لك؟ رفيف. خليك بمكانك. رفيف. 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 مرحبا فيصل. أهلين محمود. طمني شو صار معك؟ قدرت تعرف البنت من مين حامل؟ لك يا ابني هلأ مو وقت الأخذ والعطا. هنن طلبوا الشرطة وهربت. شو؟ عن جد عم تحكي؟ ليش شو صار؟ تركني من هالحكي الله يوفقك. أنت جهز لي غراضي فورا وجيبهم على العنوان اللي رح أبعت لك ياه. لا تتأخر. لازم هالكم يوم ابعد عن الوش وما أظهر أبدا. الشرطة عم تلاحقني. حمل حالك وتعال تخبى هون عندي. البيت بيتك يا زلمة. لك شبك بيتك أول مكان رح يدوروا علي فيه. هلأ تركني من هالحكي واسمعني. أنا معي مبلغ كتير منيح بالشنتاي السودا تبعي، جيبهم معك وانت جاي. ماشي محمود، بس ما عرفت رفيف من مين حامل؟ الظاهر واحد واطي قليل شرف من ضيعتنا. أنا لسه ما عرفت مين هو، بس أول ما أعرف مين صدقني ما رح تمر ساعة بدون ما أكون أكله. يلا بخاطرك. صرتي أحسن؟ أي تحسنت الحمد لله. رح أجيب لك كاسة مي وأرجع. عم بيجعك شي؟ لا بنوب. بعد إذنكم بدي أغسل وأرجع.